إنه مخطط صهيوني صليبي، والغرض منه أولاً هو إطاحة بثوار مدينة بنغازي. هذا هو المخطط لهذه الحكومة العميلة، والتي أفتخر وأفتخر وأفتخر بأني أصف هذه الحكومة بحكومة العميلة، حكومة الخونة. هناك من يهدد الآن ويقول أنه ستكون عقوبات على كل من يشتم أو يعرقل هذه الحكومة. إنه لشرف لنا أن نشتم أو أن نعرقل هذه الحكومة، وسنقول لكل المنبطحين، وسنقول لكل من يجلس داخل مجالس الأمن، أن محكمة الجنايات الدولية إن كنتم تهددون بها سيكون أشرف وأشرف وأشرف لنا من القبول بهذه الحكومة، حكومة الخونة والعملاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم، أحيي فيكم ثباتكم، رغم لكل ما تتعرضون إليه في هذه الأيام من إغلاق المصارف، وهذا أمر مدبر وأمر ممنهج. أيضا لكل من يقوم الآن بقفل الطرقات، هذا أيضا أمر ممنهج. الآن لكل من يصدر العقوبات، هذا أيضا أمر ممنهج. أيضا لارتفاع الأسعار، هذا أمر ممنهج. فعلا إنكم أنتم الشرفاء، أنتم حماة ثورة 17 من فبراير. فعلا لا خوف على ثورة 17 من فبراير. فعلا أحيي فيكم صمودكم، أحيي فيكم ثباتكم، أحيي فيكم فعلا محافظين على هذه الثورة المباركة. أحييكم. هناك من تراجع، هناك من كان يجلس معكم ولكن لم يتحمل الضغط من إغلاق المصارف، رغم أنه يتعرض ما أنتم تتعرضون إليه، يتعرض الآن ما أنتم تعانون منه. نعلم أننا نحن في هذه الأيام نعاني، نعلم أنه في هذه الأيام نحن نمتحن من عند الله، ولكن بإذن الله النصر سيكون قريب، بإذن الله النصر سيكون قريب. أيضا أقول لكم لكل، واستمعنا، أنه ستكون هناك مظاهرات مؤيدة، وهذا لأمر مضحك، لم نسمع بمظاهرات مؤيدة من قبل إلا في عهد المقبور. أقول لكم وأنتم شرفاء ثورة 17 من فبراير، وأنتم بإذن الله متجهون في طريق الحق، ومن يتجه في طريق الحق بإذن الله سينتصر. عليكم ألا تلتفتوا يمينا ولا شمالا، عليكم أن تسيروا في الطريق. نعم، دماء الشهداء لن تضيع هباء، ولكن دماء الشهداء لن تضيع هباء، ولكن يتطلب علينا هذه الأيام وقوفكم وتباتكم في الميادين وفي الساحات، وبإذن الله سيكون النصر قريب. هم استعانوا بأمريكا، هم استعانوا بمجلس الأمن، هم استعانوا بأوروبا، نحن سنستعين واستعنا برب أمريكا وبرب مجلس الأمن وبرب أوروبا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول لكم لا تلتفتوا يمينا أو شمالا، لا تلتفتوا، سيروا في طريق الحق، نحن بإذن الله في طريق الحق. انظروا إلى هذه الطريق التي أنتم تسلكون منها الآن، انظروا من فيها من شخصيات دينية، انظروا من فيها من علماء، انظروا من فيها من شخصيات فضلاء، انظروا من فيها من رجال فضلاء، انظروا من فيها هذه الطريق، وانظروا إلى طريق المنبطحين، انظروا إلى طريق العملاء، من يؤيدهم ومن ينصرهم ومن يؤيدهم. فعلا إنكم الشرفاء. Yeah.
بإذن الله وإن شاء الله سننتصر بعون الله، لأن ثورتنا شعارها التكبير، لأن ثورتنا شعارها التكبير، لأن ثورتنا شعارها التكبير. سننتصر بإذن الله، سننتصر فعلا. من هم الآن من الشرفاء المحافظون على ثورة 17 من فبراير الآن؟ والحمد لله، هم أشخاص يتقون الله، هم أشخاص يخافون من الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من هنا ميدان الشرف، ميدان الشهداء، ميدان البطولة. أحيي كل الليبيين المخلصين لهذا الوطن ولثورة 17 فبراير، ثورة الحرية، ثورة التكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما أحيي الشرفاء المخلصين في المؤتمر الوطني العام وعلى رأسهم الأستاذ نوري أبو سامين. كذلك أحيي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الأستاذ المهندس خليفة الأويل. كما أحيي مفتي الديار الليبية شيخنا الفاضل الصادق الغرياني. جمعة اليوم تبات الثوار وتحري أسر الضل والعار. نعم، بثبات الثوار المخلصين الأوفياء تم دحر رسل المجرم الدكتاتور القذافي. وبقدرة الله والشباب المخلصين لهذا الوطن تصدروا بكل قوة. ونشاهد الآن، ونشاهد في هذه الأيام الدكتور المجرم، الدكتاتور المجرم حفتر في الجهة الشرقية وفي بنغال خاصة، يقتل ويدمر المساكن على ساكنيها ويعتقل الثوار والأحرار في بنغازي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما نشاهد في جهة الغربية العميل محافظ مصرفي في المركزي وهو يجوع الليبيين ويمنع السيول عنهم، وذلك لتركيعهم وموافقة ملا حكومة العملاء حكومة الإمارات. ونقول له أنك واهم وتحلم كما يحلم الكثير مثلك. يا الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على ثورة التكبير، الحمد لله على ثورة شارك فيها الكبير والصغير، الحمد لله على ثورة شاركت فيها مدينة مصراتة. تكبير، تكبير، تكبير. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، الحمد لله حمدا يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق وإخلاص، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلوا على النبي ما اهتز تيار وما تلألأ في الآفاق أنوار. صلاة بها والدموع تهل وذكر أردده أجل، فيا أخيار إن نبيكم معصوم وعظيم عليه اليوم صلوا. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بمشايخنا وعلمائنا
وضباطنا من مدينة مصراتة. تكبير تكبير، والله تاهت أمام جمعكم عباراتي وتناثرت على طول المدى كلماتي. والله تتناثر الكلمات بوجود آبائنا ومشايخنا من مدينة مصراتة. إخوتي في الله، وهذا شكر من القلب أبعثه لإخواننا في مدينة مصراتة وأخواتنا وأمهاتنا من المدينة الصامدة، مدينة الصمود، مدينة مصراتة. إخوتي في الله، الحمد لله أن كانت مدينة مصراتة واعية ومتفقهة فيما تسمى بحكومة الوفاق، هذه الحكومة المجرمة. ولقد اكتشفنا بالأمس الحوار الذي دار بينهما بأنهم سوف يحاربون أهل مدينة مصراتة، أهل مدينة بنغازي، بأنهم أهل للدواعش وأهل للقاعدة. فنحن والله لسنا من هذه الأشياء، نحن مع ثورة 17 من فبراير، ثورة جاءت لرفع الظلم، ثورة جاءت لتحكيم شرع الله، ثورة جاءت لهلاك هذا المجرم معمر بما يسمى بالقذافي. الحمد لله أن أخذه أخذ عزيز مقتدر، وأسأل الله أن يأخذ كل من يريد أن يشتت شمل ليبيا، ومن يريد أن يشتت شمل مصراتة وطرابلس والخمس وأفليسن، أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. والشكر الثاني بأنهم وقفوا مع المدينة المتضررة. نحن ضم دين جروحك، نحن ضم دين جروحك، وكذلك الشكر يكون لإخواننا في مدينة مصراتة على وقفتهم الشادة، وقفتهم المتميزة، وقفتهم البهية مع إخوانهم في مدينة مصراتة الذين خرجوا منها متضررين، لجأوا إلى مصراتة لأنهم علموا بأنها لا زالت متمسكة بمبادئ الثورة، مبادئ ثورة 17 من فبراير. نشكرهم، ووالله وكأنهم يطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والشكر الثاني كذلك بأنهم لازالوا مع ثورة 17 من فبراير، ولا زالوا يخرجون كل جمعة ويقفون هذه الوقفة الجادة، وقفة 17، 17 من فبراير. وأقولها بملء فيه، هلا والله بفبراير. وكذلك غدا سيكون هناك ذكرى لمدينة بنغازي، سيكون غدا في مثل ذلك اليوم. فعلا تحية من مدينة مصراتة الصمود إلى مدينة بنغازي الشرارة، تحية من مدينة مصراتة من القلب إلى القلب،
تحية، ونقول لكل أهالي مدينة بنغازي المتواجدون الآن في مدينة مصراتة أننا نحن مع مدينة بنغازي، ونحن مع مدينة بنغازي، وسندعم ثوار مدينة بنغازي، وسنقف مع ثوار مدينة بنغازي، شاء من شاء وأبى من أبى، سندعم ثوار مدينة بنغازي، إنهم الثوار الشرفاء، إنهم حماة ثورة 17 من فبراير، ليقولوا ما يقولوا، نحن لا نستمع إلى أقاويلهم، نحن لا نستمع إلى أكاذيبهم، نحن معكم، نحن معكم، نحن معكم في السراء والضراء، كما كنتم معنا في سنة 2011، نحن معكم اليوم، نحن معكم بإذن الله بكل ما نملك، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مسيرة حسبي الله. إصلاح البلاد يبقى من إصلاح الفرد ثم الأسرة ثم المجالس المحلية ومنكم حكومة البلاد. يا أهالي ليبيا، شهداءكم أحياء عند ربهم يرزقون، وهم إليكم ينظرون ويسألون ماذا فعلتم، ماذا فعلتم لأجل ما استشهدنا لأجله؟ يا أهالي ليبيا، يا أهالي ليبيا، ثورتكم المباركة لم تكن لقتل الرجل الواحد، ولم تكن من أجل تحسين العبودية. يا أهالي ليبيا، الانتهاك كان في كل مكان، والأرامل والمطلقات في الشوارع كل مدى أطوالهم. يا أهالي ليبيا، كيف تقول الجهل والأمراض والفقر لأبنائكم؟ لا أعلام الثقافة ولا ثقافة دينية. يا أهالي ليبيا، لا خدمات ولا صحة، لا تعليم ولا رقابة إدارية، لا ديوان محاسبة ولا أمن ولا شرطة، لا ضمان للعزفة واليتامى والمساكين. يا أهالي ليبيا، لا طردوا، لا طردوا بلا يحدث، فبلدكم هي بيتكم، فبلدكم هي بيتكم، أمام أعينكم يسرق، يسرق مالكم، فلماذا الصمت؟ لماذا الصمت؟ وهكذا، ولماذا لا تكملون مسيرتكم الإلهية؟ لماذا لا تكملون مسيرتكم الإلهية؟ يا أهل ليبيا، أموالكم وأرزاقكم تسرق، وكل ما يحدث في بيتكم وبلدكم ووطنكم ليبيا هو من وراءكم، من وراء صوتكم، وترك المساحات للأزلام بما يسمى بعرق معنبر، فطالبوا بإخلائهم من جذورهم للأبد. يا أهالي ليبيا، يا أهالي ليبيا، شاركوا في مسيرة تصحيح الثورة، شاركوا في مسيرة تصحيح الثورة، وطالبوا بالدفاع عن جمعيتكم التي انتخبتوها، اخرجوا إلى الشوارع والميادين، حيث حتى لا يطول السلك فتضيع الإبرة. إخوتي الحضور، بالأمس القريب شاهدنا جميعا على شاشات التلفاز بعضا من عمداء البلديات في قصر بن غشير، وعلى رأسهم عميد بلدية مصراتة، العميد المتمرد، العميد الموقوف عن العمل بحكم القانون، عمداء بلديات يصدرون بيانا يرحبون فيه بحكومة الوصاية. وتسربت معلومات أن البعض من عمداء البلديات قد خدع في موضوع البيان، وأنهم لم يكونوا موافقين عليه. والشاهد والذي يهمنا في هذا الموضوع أن بلدية مصراتة ممثلة في عميدها قد أعلنوا ترحيبهم بحكومة السراج، وأنها تفرش له الورود ليدخل العاصمة ويباشر عمله من هناك. عليه فإنني تعقيبا على ما حدث أود أن أوجه رسالتين في هذه الكلمة. الرسالة الأولى إلى واحد، رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، اثنين، أعضاء مجلس النواب عن مدينة مصراتة المؤيدون للسراج، ثالثا، أعضاء المؤتمر الوطني عن مدينة مصراتة المؤيدون للسراج، أربعة، بعض الكتائب التي دخلت في ترتيبات أمنية
لتأمين حكومة السراج. أقول لهم، أقول إلى جميع هؤلاء، بالله عليكم، بالله عليكم، أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ إن الأمر جلل وإن الخطر قادم، والتهديد واضح على هذه المدينة، المدينة الصامدة مصراتة حاضنة ثورة 17 فبراير، وعلى جميع المدن التي شاركت في قتال كتائب المقبور وصنعت بفضل الله النصر المؤزر على النظام السابق. إخوتي، لابد إخوتي أن نتحدث بصراحة وأن نضع النقاط على الحروف. ماذا حدث في 17 فبراير؟ في 17 فبراير إخوتي انقسم الليبيون. نعم، انقسم الليبيون، وما زالت آثار هذا الانقسام واضحة للجميع. مدن انتارت ودعمت الثورة وقدمت رجالها وشبابها وقودا لثورة التكبير، ومدن أخرى للأسف الشديد دعمت كتائب الظلم وقدمت رجالها وشبابها قربانا لإبقاء نظام الظلم والفجور. وانتصرت الثورة، وانتصرت الثورة المباركة، ورجع كل إلى معسكره. والآن وبعد 5 سنوات بدأت الثورة المضادة ظاهرة للعيان، وانتفض المهزومون يريدون أن ينتقموا من الشرفاء. في بنغازي يقاتل اللواء 32 المعزز مع حفتر، في ورشفانة وسبها وغيرها ترفع الخرق الخضراء، في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يهددون بالويل والثبور لكل من شارك لو بكلمة في ثورة 17 فبراير. في مصر والإمارات الأزلام يصرفون الأموال ويرسلون السلاح والذخيرة والعتاد لإنهاء الثورة ومحاسبة الثوار. فأين هي حكومة السراج من هذا كله؟ ما هو موقف حكومة السراج أيها النواب وأيها الأعضاء ويا عميد بلدية مصراتة؟ أين موقف حكومة السراج؟ ما هو موقفها من هذا كله؟ إخوتي، إن حكومة السراج أثبتت بامتياز أنها مع الثورة المضادة. أثبتت حكومة السراج بامتياز أنها مع الثورة المضادة. لقاءات مع حفتر وأشخاص كارهين للثورة والثوار على رأس الوزارات والمؤسسات السيادية. فكيف تكون النتيجة يا أعضاء البرلمان؟ ماذا ستكون النتيجة يا عميد البلدية إذا تمكنت هذه الحكومة؟ لا شك والعياذ بالله أنه القتل والسجن والتشريد لكل شرفاء 17 فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ رسالتي إلى قبائل الشرق، أود أن أعلن الخبر في النبأ توا. القوات الفرنسوية دمرت أحد جرافات فيها مدنيين للأسف، ولازم على المؤتمر أن يتخذ موقف سريع، وعلى الحكومة. هذا اعتداء على ليبيا، حياة الشجعان في موتهم وموت الجبناء في حياتهم. في مثل هذا اليوم الجمعة خرج علينا ابن المهتوه وقال كلها ساعات وندخل بنغازي ونحررها. قالها بكل غرور وتعالي، وكانت الأوامر أضرب لتقتل
وامسك لتغتسل. في نفس الجمعة 6 مايو 2014 خرج علينا المغرور المتكبر المتعجرف حفتر وقال كلها أسبوع ونحرر بنغازي. هناك مثل إنجليزي يقول only fool can repeat something that the other fool has، بمعنى لا يكرر ما يفعله أحمق إلا أحمق مثله. تشابهت قلوبهم ونفوسهم المريضة وتشابهت أيامهم أيضا، فهم وجهان لعملة واحدة، هدفهم تدمير البلاد والعباد، نفس السيناريو ونفس الغرور ونفس الجرائم، والضحية هو المواطن الليبي. تشابهت نبوسهم الخبيثة، كلاهما المقبور والمتعجرف الخرف العجوز سافكي دماء، كلاهما والاهم الغاوون. لم يكن أحد يعرف بأن هذان اليومان هما أيام الفصل بين الحق والباطل، بين الشرفاء والسعاريك، بين الثوار الوطنيين وأشباه الثوار وأزلام النظام. أيها المتعجرف ولك في الطاغية عبرة، عجيب أمرك أيها الرجل، فبدل من أن تتوجه إلى الله وتستغفر ربك على أفعالك زاد ضلالك وزاد عنادك. ماذا تبقى لك من العمر لتعيشه؟ هل تظن بأنك ستأمر عمر نوح؟ خلايا دماغك لا تعمل، أرجلك لا تستطيع حمل جسدك. جئت لتنقذ بنغازي فدمرتها، جئت لتنتقم للضباط الذين قتلتهم أنت وعصاباتك فقتلت الآلاف، سميت نفسك السنديد والعنيد وأنت لا تساوي في سوق الرجال جناح بعوضة، لأن الرجال لا يقتلون أبنائهم ولا يدمرون منازل الأمنين. رغم كل ذلك أيها الأخوة، إنني أستغرب لوجود فئة من أبناء جلدتنا يتبعونه ويناصرونه ويؤيدون أفعالهم الإجرامية ويباركونها. أنضم إلى صفي الأشقاء والأحباب والجيران والأقارب والأصدقاء وأصبحت قلوبهم قاسية. أنضم إلي السحوات والقتلة ومهربي المخدرات، وأنتم تعرفون كما تعرفونه كما تعرفون آباءكم وأبنائكم بأنهم مجرمون، ورغم ذلك نصرتموهم. قبل أن أعرج على الرتل دعوني في ثواني أعرج على قضية اتهمت بها ثورة 17 فبراير، وهي ما يمر به الإنسان في ليبيا من أزمات. الذين يصنعون الأزمات أو يوظفون آلام ومعاناة المواطن في ليبيا لتحقيق أغراض سياسية وأهداف وأجندات سياسية، من نقصان السيولة أو ارتفاع الأسعار أو نقص في الأدوية أو في الأساسيات، كائن من كان، أفراد أو رجال أعمال أو أحزاب أو هيئات سياسية أو دول أو مجموعات أو جماعات، مهما كانت نواياهم وشعاراتهم ومبرراتهم، نقول لهم إنكم جبناء 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 مجرمون، جبناء ومجرمون، وعنذال وثورة 17 فبراير بريئة منكم، بريئة بريئة من أفعالكم. فآلام المواطن ومعاناة أطفاله ومعاناة المرضى وكل ما قد يسببه نقص السيولة من هي جرائم جنائية، جرائم جنائية ستحاسبون عليها اليوم أو غدا أو مستقبلا. أما ما يخص الرتل، ما يخص الرتل، فبعض بعض المدمنين على العبودية والتسلق والقفز من السفن والنفاق ولعق الأحذية وعشق الطواغيت وانعدام الوطنية والإدمان على كتابة قصائد المدح والمبايعات وتأليه البشر، ممن أوصلتهم ثورة 17 فبراير إلى أعلى مواقع صناعة القرار السياسي في ليبيا.
بعد أن تمكنوا وبعد أن تسلقوا أكفان الشهداء يرددون هذه الأيام أن الرتل الذي كان متوجها إلى مدينة طبرق والرتل الذي كان متوجها إلى مدينة بنغازي لم يكن ينوي الشر، وأن الناس وأن نحن كشعب نهول ونضخم ونبالغ في مهمة الرتل الذي كان متوجه بنغازي. فالرتل كان ينوي على لسانهم، كانوا يرددون أن الرتل كان هناك لإحقاق الأمن والأمان والاستقرار، يتحدثون عن الرتل ولهم نفوس متعطشة للعبودية تأصلت فيها الوصولية والطمع وغياب العقل والضمير والوطنية، يتحدثون عن الرتل الذي كان يتحدثون عن الرتل يتحدثون بغباء منقطع النظير ونفوس متعطشة للعبودية تأصلت فيها الوصولية والطمع والجشع وغياب العقل والضمير والوطنية، يتحدثون وكأن الرتل الذي كأنه كان محملا بباقات من الورود والرياحين والزهور لينثره على سكان المدينة، ومحملا بالزهر لينثره على قبور الشهداء والثكالى والأرامل ومقابر اليتامى والأرامل والشهداء، يتحدثون وكأن الرتل كان ينوي بناء وتأسيس وافتتاح المكتبات ورياض الأطفال وحدائق والجامعات والملاعب والمدارس والمسارح والمساجد ودور العبادة ومراكز المعاقين، يتحدثون ويدافعون وينافحون عن كبيرهم الذي علمهم الشر والذي أرسل هذا الرتل، يتحدثون عنه وكأن الرتل كان مكوناً من معلمين ومثقفين وأئمة وفقهاء وعلماء لينظم الندوات والمحاضرات والحلقات عن الحب وعن اللين والود والمودة والإنسانية وحقوق الإنسان وكرامته وحريته وعن المغفرة والصلح والإصلاح والسلام. لم ترى قلوبهم السوداء، لم ترى قلوبهم السوداء التي غلفت بأحقاد دفينة، لم ترى الصواريخ الحرارية التي كان يحملها الرتل، ولا الدبابات ولا المدافع الثقيلة ولا الغدارات والرشاشات والار بي جي ولا الشاحنات المرصوصة بالجنود من مرضى النفوس المتعطشين للدماء، ولا المرتزقة والقناصة ولا الأسلحة الثقيلة والأثقل والأكثر ثقلاً، ولا العقول المتحجرة التي قادت ذلك الرتل وأفراد الرتل مما يحملون قلوباً أكثر تحجراً إن كان لهم من قلوب أصلاً، قادة وجنود وضباط ومرتزقة وقناصة يرتدون جلود البشر وهم من صنف الهوام والكلاب المسعورة والضباع. لقد عميت أبصارهم وبصيرتهم عما فعلته أرتال معمر، فمن يريد أن يعرف ماذا كان سيفعل الرتل المتجه إلى بنغازي، ماذا كان سيفعل بمدينة بنغازي وأهل بنغازي، فلينظر ما فعلته أرتال وكتائب معمر وأبنائه عندما وصلت إلى الزاوية وزوارة ومصراتة وجدابية وغيرها من مدن وقرى ليبيا المنكوبة بهم. انظروا ماذا فعلت كتائب أرتال معمر من دمار وحرق وقتل واغتصاب وتدمير، فستعرفون ماذا كان ينوي ذلك الرتل في ذلك اليوم. إن كنتم تودون أن تعرفوا ماذا كان سيفعل الرتل في بنغازي، فانظروا ما تفعله عملية الكرامة اليوم في بنغازي وأهل بنغازي، انظروا ماذا تفعله عملية الكرامة التي هي امتداد لذلك الرتل والتي هي عودة إلى السيناريو نفس المهمة التي سيقوم بها القذافي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، بينما هم الرحم الذي ولد منه الإرهاب. ما يفعله اليوم حفيتر وأعيانه وأعوانه هو ما كان سيفعله الرتل في ذلك اليوم. عملية النزالة اليوم
عملية النزالة اليوم. عملية النزالة اليوم، عملية النزالة اليوم هي امتداد لنزالة الأمس. كان الرسل متوجها لمدينة بنغازي، كان الرسل متوجها لمدينة بنغازي لإجهاض ثورة 17 فبراير. عندما أدرك العالم أن ثوار 17 فبراير هم مشروع دولة وليسوا أداء، ليسوا مجرد أداة لإسقاط نظام، بل هم مشروع دولة. عندما أدرك العالم ذلك تكالبت عليهم الأمم، تكالبت الأمم اليوم على ثورة 17 فبراير، ولن ينتصروا بإذن الله، لن ينتصروا. فإن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهم غثاء كغثاء السيل، جبناء جبناء جبناء. وستنتصر ثورة 17 فبراير، ستنتصر بإذن الله، ستنتصر. حفظ الله ليبيا، حفظ الله ليبيا، حفظ الله ليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع شهدائنا في أعلى عليين، وأن يلحقنا بهم غير مبدلين إن شاء الله، حتى نلتقي معهم في الفردوس الأعلى مع الصديقين والنبيين، وحسن أولئك رفيقا. كلمتي اليوم عن آخر تقرير للأمم المتحدة، واللي هو تقرير لجنة الأمم المتحدة المنشأة بالقرار 1973. وهذا التقرير في الحقيقة خطير ومستفز، يقع في 238 صفحة. وهذا تقرير خطير جدا، يجب أن ترد عليه الدولة الليبية بمسؤولية كاملة، وألا يكون الرد من بعض المنظمات أو بعض المؤسسات أو بعض الجهات. يجب أن يتحمل المؤتمر الوطني العام مسؤوليته تجاه هذا التقرير، يجب أن تتحمل حكومة الإنقاذ مسؤوليتها تجاه هذا التقرير، يجب أن يتحمل قادة التوار وكتائب التوار والتشكيلات العسكرية مسؤوليتها حيال هذا التقرير. في حقيقة الأمر أن التقرير يفتقر للموضوعية العلمية ويفتقر للحياد، ولا يراعي إلا جانب واحد فقط، ولا يسمع إلا من فريق واحد فقط، ولا يقول الخبراء إلا قول ذلك الفريق، وهو فريق ما يسمى بالتيار الانقلابي الذي يتزعمه خليفة حفتر ومن معه من الانقلابيين الأشرار الذين أرادوا اعتراض حركة ومسار المجتمع الليبي في تحرره وفي بناء دولته. وقديما قال الإمام ابن حزم: ولا يحكم في الشيئين من عرف أحدهما دون أن يعرف الآخر. وهذا التقرير في الحقيقة لا يأتي على ذكر ما يسميه تحالف فجر ليبيا، وهو أخف وصف يصف به التوار. وعليه فإن هذا التقرير في الحقيقة هو تقرير استخباراتي أمني بامتياز، يريد وأد هذه الثورة المباركة، ويريد أن يقدم كل توارنا وكل التشكيلات وكل الكتائب إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث أنهم مذكورون بالاسم جميعا، بدءا من غنيوة إلى عبد الرؤوف كارا إلى كل الإخوة وكل قادة التشكيلات وكل قادة القوة الأمنية الموجودة، تابعة الداخلية أو تابعة الدفاع، كلهم جميعا مذكورون دون استثناء. للأسف الشديد هذا الأمر يعني نزع غطاء الشرعية عنهم،
وهو في الحقيقة توطئة لجرهم لمحكمة الجنايات الدولية، لأن محكمة الجنايات الدولية سوف تستند على هذا التقرير، لأنه تقرير صادر من أعلى مؤسسة دولية وهي مجلس الأمن، ومن جهة مختصة أو لجنة مختصة في مجلس الأمن. وعليه فإني أحذر إخواني الثوار جميعاً دون استثناء، كل التشكيلات، كل الكتائب، من خطورة هذا التقرير، وأن هذا التقرير يراد به جرهم إلى محكمة الجنايات الدولية. وعليه فأنا أنصحهم أن يتمسكوا بالشرعية الدستورية وكل ما ينبثق عن هذه الشرعية، وألا يخرجوا من تحت رئاسة الأركان، وألا يفاوضوا ما يسمى بفريق الحوار أو ما يسمى بكوبلر أو ما يسمى بالبعثة، وأن يبتعدوا عنهم وألا يثقوا في أحد منهم. فوالله الذي لا إله غيره، بهذا التقرير وبذكرهم في هذا التقرير سيجرون إلى المحاكم. وعليه فإنه لا توجد أي ضمانات، حتى لو حدثت لقاءات سرية أو حتى لو أتى إليهم مبعوثون بطرق سرية أو علنية أو غيره، فإن المقصود هو التلاعب بهم وخداعهم من أجل إدخال ما يسمى بحكومة الوصاية إلى مدينة طرابلس، وهذا لن يحدث قط. وأنا قلت سابقا وأقولها، إزاء حكومة الوصاية والانتداب دماؤنا إن شاء الله، فلن تدخل هذه الحكومة إلى مدينة طرابلس، ولن تتفيأ بظلالها البتة. وبإذن الله سنقف في وجه كل أولئك الخونة. وأنصح إخواني الثوار وكل قادة الكتائب وكل قادة التشكيلات، وأقول لهم لا تصدقوا أحدا ولا تثقوا في أي وعد يمنح لكم، فهي مجرد مزاعم لا يمكن بأي حال أن يطبقوها. من فرط وباع الوطن فهو فيما سوى ذلك أشد تفريطا، وسيبيعونكم في سوق النخاسة إذا أتيتم وراءهم، لأنه لا يمكن بأي حال أن يأتي الحر الشريف خلف الوضيع الخائن، ولا يمكن بأي حال أن نسمح لثوارنا أن يكونوا في هذا الموضع، فهم أعلى وأجل وأسمى من أولئك الخونة الذين باعوا الوطن وباعوا الدين وباعوا العرض وباعوا المقدسات وباعوا مرتكزات الهوية الوطنية. لن نسمح بذلك، وكأن التاريخ يعيد نفسه في تلك الحقبة التي نالت فيها ليبيا الاستقلال. كان هناك أناس يفعلون مثل ما يفعل السراج وغيره، وأنا أقولها هنا ولا غضاضة، أقول تلك الأسماء ولا أفكر في أي شيء. وأقول لإخواني الثوار وقادة الكتائب، تمسكوا بسلاحكم، فهو الضامن الوحيد لكم ولبناء الدولة ولبناء الوطن، ولن نفرط في هذا السلاح. وعليكم جميعا أن تتحدوا على قلب رجل واحد، وأن تؤسسوا الحرس الوطني الذي سيكون بإذن الله ضمانة حقيقية لثورة 17 فبراير المباركة وكل مبادئها وكل مكتسباتها. ثورة ما يسرقها حد عدو يسرقها، ثورة ما يسرقها
خطورة هذا التقرير تكمن في عنوان وضع في مقدمة هذا التقرير: التعاون مع أصحاب المصلحة والمنظمات. لا أدري متى كانت دولة الكيان الصهيوني المحتل هي من الدول ذات المصلحة في هذا القطر العزيز في بلد يا ليبيا. لماذا يزج بهذه الدولة المسمى زورا وبهتانا إسرائيل؟ هذا موجود في مقدمة التقرير. لماذا نحن لدينا قانون يمنع التطبيع، فلماذا تذهب هذه اللجنة وتزور الأردن وتزور الكيان الصهيوني المحتل وتقول أنها أطراف وأنها منظمات لها علاقة بالشأن الليبي؟ يجب أن ندرك حقيقة وخطورة هذا التقرير وما يراد. وعندما كنا نقول أن هناك غرفة للتآمر على ثورات الربيع العربي في دويلة الإمارات، القائمون عليها هم العدو الصهيوني وزبانيته، على رأس أولئك محمد دحلان، كنا صادقون وكنا نقول الحق ونجهر بالصدق ونجهر به أمام الناس. أما عداء الإسلام فهو طافح في هذا التقرير، وأظن أن الحبر الذي كتب به هذا التقرير في حقيقة الأمر منقوع بخمر محاكم التفتيش. فلماذا يزج باسم المفتي ولماذا يزج باسم دار الإفتاء في هذا التقرير ونحن نعلم أن مفتي الديار الليبية الشيخ العلامة الصادق الغرياني من أشد الناس حرصا على الوسطية والاعتدال، من أشد الناس محاربة للغلو والتطرف؟ وعليه أنا أطالب دار الإفتاء بأن ترفع دعوة في هذه اللجنة، دعوة قضائية أمام المحاكم العالمية، حتى تخرص ألسنتهم ونكسر أقلامهم. وأخيرا أقول لكم، نحن نعترض على ما يسمى بحكومة التوافق لثلاثة أسباب أو أربعة أسباب جوهرية ورئيسية. السبب الأول أن ما يسمى بالمبادئ الحاكمة يوجد بها من التناقض ما لا يوجد في غيرها، وأنما المدعو برناردينو ليون قد وضع كل التناقضات في المبادئ الحاكمة، وكل شخص أتاه بمقترح أو أتاه برأي أو أتاه بفكرة أو أتاه بمبدأ فوضعه ضمن المبادئ الحاكمة، وهي في الحقيقة متعارضة. ودلس عليهم وكان البعض يظن أنه وضع ما يريد في هذه المسودات الثماني، ولكن للأسف الشديد كثيرون لم يقرأوا هذه المسودات، حيث أن الفصل الموجود في آخر المسودة تحت مسمى أحكام إضافية في المادة 13 تقول أنه يشكل لجنة، وهذه اللجنة هي مجلس محكمين أو لجنة محكمين تفسر أحكام الاتفاق السياسي وتفض النزاع في أحكامه ومواده. هذه اللجنة مكونة من عضوين من المؤتمر الوطني العام وعضوين مما يسمى بمجلس النواب ومستشار من المحكمة العليا يتم اختياره من الجمعية العمومية ومستشار من البعثة.